انطلق المجلس القومي للمرأة شكوى من إحدى الإعلاميات تضمنت توجيه إهانات وتشهير في حقها ما يشكل جريمة طبقا للقانون، فضلا عما ترتب على هذا النشر من أضرار بالغة فيما تضمنه من عبارات تشكل جريمة سب وقذف يترتب عليها أضرار جسيمة بسمعة الشاكية وتنعكس آثارها على عملها وتنتهك حرمة حياتها الخاصة وخصوصيتها وتتضمن نشر معلومات من شأنها المساس باعتبارها وشرفها. ويندد المجلس القومي للمرأة ويستنكر كل ما جاء في المقال من اتهامات وتشهير بالشاكية ويلحق الضرر والأذى النفسي والمعنوي بها وبأسرتها، بالإضافة إلى التأثير على عملها ومستقبلها المهني.